الله يا دبي، فقرة تنغنمنا معاها في برنامج أهل الهجن، نغوص في أعماق هذه المدينة الرائعة جدا، فعالياتها السياحية المميزة الجميلة نعكسها لكم من خلال برنامج أهل الهجن. اليوم تلقينا دعوة كريمة من أخونا نصر النيادي المسؤول عن هذه المؤسسة الجميلة التي ترعى وتحظى بدعم من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الرياضي الشامل. هذه الرياضة سنتعرف عليها أكثر من خلال أخونا نصر النيادي وبمعية أخونا سالم الحضيرم. حياك أبو خالد. حياك أبو خالد. بخالد نشكرك أول شيء على تقبل الدعوة وعلى دعوتنا هذه. تشريف لا تكليف، ومرحبا بكم من سعيد ولين وصلت، والله يسلمكم. الله يحييك أنت أبو سعيد. مرحبا أبو سعيد، شو رأيك؟ نقول أبو خالد مساء الخير، نحن بنتنغنى وياك اليوم في سكاي. مرحبا والله. فقرة هذه الغالية، نحن يقول في دانة الدنيا دبي لا تستغرب شيء. نعم. وهاي نحن باك تخبرنا شو هذا دوركم هني، انتو مدرسة شو تسوون ما تسوون؟ خبرنا الغالي، نحن جايين نستطلع ونبال الجمهور بعد يستطلع. شو اسم المؤسسة هذه؟ سكاي. سكاي شو؟ سكاي دبي. سكاي دايف دبي. سكاي دايف دبي. بس لازم الغالي تنغنى. دخلنا هني مكان يسمونه الباراموتر. ها نعم، الباراموتر سكول. هذا الباراموتر هذا تحطها على الظهر وتربع وتطير بك. طير بك وتحول وين تبى. شيء له اشوفه مسكر من فوق. لا ما بالمكان يظهر خاري من امن الرياضات. والحمد لله نحن هني يعني من 3 سنوات دعم من الشيخ حمدان وتوجيهات ابو خالد، ماشيين ما عندنا مشكلة فيها. والله شوقتنا أكثر، وأبو سعيد تشوق أكثر إنه يجرب هذا. تشوقت أشوف الغالي، ما تشوقت إني أجرب. عليها مكينة قوية تحوي نفرين، تقدر تشل 2، يعني الطيار يكون جالس قدام، الباسنجر يكون جالس ورا، وما عليه الباسنجر شيء، بس اللهم انه يربط عمره ياخذ تليفونه ويصور بس ويستمتع. استمتع. ها شو رايك بس تسجيل سهل وهذا الكتبه؟ بس اني ما بسهل الغالي، ما في شيء صعب. ما عليه، جرب انت هيدا، خلينا نشوفك يا رفيجك الحين. انا اقول انت يا ابو سعيد. لا لا لا، انا مال بر الغالي، مال تشاب، مال طيارات في السماء الغالي. زين بخارد، نقدر نستخدمها بس للارض وللمشي على، يعني هاي ممكن نمشي فيها على الارض صحيح؟ قصدك يعني مسوحل؟ نعم نعم صحيح. يعني تمهد حق ابو سعيد. لا وين مسوحل ابو خالد الغالي، هاي من غمزه بتطير الغالي، ما تقبضها، ما تقبضها الدعنه. هو بعد حلوه حق اللعب وطيب في العي، هي الطيب في العي، ما بتصير فوق بس طول المرخ. لا 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 الغالي، خل الحمادي يرب نشوفه وياك ابو سعيد. وياك بطري لك رجاب الغالي. بناخذكم في جولة ممتعة مع سكاي دايف والشباب اللي هنا موجودين، مسوينا جولة سياحية. شو رأيك أبو سعيد؟ والله الحين بنشوف بعدنا ما لفينا. تعرف نصر شو يسميها الجولة؟ الهدوء الذي يسبق العاصفة. والله هذه الجولة زينة، دامنا في الأرض ما شي أحسن في الأرض، لكن عقب شوي بنكون معلقين بين الأرض والسماء. والله هذا هني الروح وتتراقص حبات الرمال. يا مرحبا يا مرحبا بالشباب، يا حيكم، عليكم السلام. كيف الحال يا شباب؟ من جايين؟ من وين جايين ما شاء الله؟ ها؟ اكيد مسكاي دايف جاي من دبي مول يعني. خالد عبد السلام، انتم الحين بعد عندكم تدريب مفتوح للجميع؟ اي نعم. ممكنك تسجل وتمارس رياضة الخيل عندي. نعم، عندنا هنا خيول ما شاء الله مروضة ومطبعة من الشيوخ طال عمرهم، وبترتيب أبو خالد الله يطول عمره، خيول يعني فنانة حق تعليم وحق شيء بالصحراء. حلو حلو، يعني شيء رائع. جاي بلك فارس لا يشق له غبار، شوفه فارس فارس، روحه بروحه. ممكن لو تسمح من فضلك. لا لا غالي، هاي لا لا لا، هاي ما بريضة، ما بريضة. لا 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 لا، هاي رياضة فنانة فنانة فنانة. أبو سعيد، مدام الجماعة بعد أول مرة يركبون، فرصة تستعرض عضلات. يلا يلا هاته.
أتذكر حقيقة يعني مقطع جميل يقول في قلبي معك يا مشغل الباب مرتاح. حيدور ويشد يوم أشوف الغالي الحين يوم تباها تلف يمين ولا يسار تلف يمين دك إشارة يوم تصير الغارة بين هولاكو وأرتقل أبا أرتقل يطلع الحين أبا يعطيه دقة عطني السيف يعني ولا الحرب هالغالي شوف شوف الركوب الغالي ما شاء الله ما شاء الله صف الجو هذا صف حيو 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 بسعيد حيو بسعيد يعني دعمنا بسعيد شو رايكم الآن انتهينا من فقرة الخيل الجميلة مع أخونا نصر وأيضا العاملين في سكاي دايف جاء وقت الطيران والتحليق في السماء لا حلك الله يا حمام اللاعي وش بك على رؤوس الغصون تنور لا حلك الله يا حمام اللاعي وش بك على رؤوس الغصون تنور يا راعي بالله عليك تراعي نفسي علي له والقلب ما يروح يا حبيبي عليك تراعي نفسي علي له والقلب ما يروح الآن تبدأ عاصفة الرموز هنا في برغم وسكاي دايف حيث التجربة الجديدة لسالم بن سعيد بن حضيرم لخوض غمار مغامرة فريدة بكل تأكيد يطمح إليها الكثير نحن محظوظون بسعيد بهذا المكان الجميل يعني صدق جاهز انت ناخذ معاك اللقاء ربما يكون الأخير والله الحين اللقاء الغالي لا تنغنمنا واللسان القلب يدق الحين دق 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 صلح حقهم خالد صلح حقهم سير سلم عليهم شو هذا ليش بحث هذا شأن الغالي يعلق نتحدث اي تتحدث وين نتحدث الغالي انت خلها مسوح له الغالي على الأقل بس قبل ما تغادر عطني جدول المعلقين عشان أبلغهم يمكن تباكر ماتي فعل الله ولا فعل لا والله يمكن له معلقين شو رأيك أبو خالد الغالي خليها لين باكر وفي دراسة تقول أن عدد الحوادث الخاصة بهذا النوع من الطائرات بنسبة وتناسب 10 حالات سقوط في كل شهر هل هذا الكلام صحيح؟ أبو خالد الغالي بطلني يصل الآن عبد الله بن سعيد الرومي راعي المستحيل يأتي ليشجع أخوه سالم بن حضير أبو سعيد هلا كيف الحال؟ تعال رومي تغنم مع هذه؟ تعال بنت نغنم وياك إذن عبد الله الرومي بمعية علي الحمادي ونصر النيادي مع سالم بن حضيرم وراح نعيش تجربة رائعة ويلكم يا الرومي ايش رايك في الجهاز هذا؟ كم اعطيه؟ دك سامح بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الثاني وانجرف جرفنا اثنين من حضير ومن الرومي يصل إلى الأرض سالما غانما وهو سالم بن حضيرم مرحبا والله مرحبا يا أبو سعيد مرحبا يا أبو سعيد ويلكم نورت يا أبو سعيد نورت دارك يا أبو سعيد مرة ثانية الآن أيضا في هذه اللحظات يصل عبد الله الرومي يصل المستحيل إلى أرض الوطن سالما غانما يا سلام يا سلام يا سلام شو تسوي يا أبو سعيد
شو اسوي ابو سعيد؟ ابو سعيد يصلي. تعال 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 يا عص. هنا هنا ها؟ لا ترمسني ولا فيه. ليش ليش؟ انت ناس تني طيرتنا في السماء الغالي. سعيد بالعكس. الحمد لله يوم الله ردنا مرة. خلاص أنا ما أبغى أصير وياك ولا بي. مرة لا ترى. لا 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 لحظة لحظة يا سعيد تعال. تعال تعال يا رجال. أنا أبوه بتشتلنا الغالي العمر ما بيود. أنت كنت مع ناصر النيادي. لا لا ناصر النيادي ناصر النيادي ما طاح ينزله. نقول له انزل قال لا بدور. يا رجال لا لا مرة بروح أنا ما أبغى. يا لا تخيل. لا ذكرنا الله خلينا ركعتين يا رجال يوم لا شو خشمك خشمك ما راح يسمح ولا راح ما بقي حبة خشم. وين انا عذيبة وين انا عذيبة هذا مكان خيب الاقدام خيب رحي قلبي وقفت انتوا الاثنين خضتوا تجربة رائعة عالمية في اهل الهجن مع هذه الطائرات شو اسمها هي اكسايتر. شو رايك في الاكسايتر؟ وجانا ايش شو رايك اكسايتر؟ شو رايك في التجربه هذه؟ والله طيبه 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 ايش اديني برده بعيد يا ابو خالد دايف من اهل الهجن. نقول لكم مشكورين وان شاء الله انكم استمتعتوا في هذه الفقره مع نصر النيادي وسالم بن حضيرم والرومي وانجاله الكرام.